السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 4 هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي، وده يعتبر الدرس الرابع هندسة في الوحدة الأولى طبعا والأخير. احنا معانا وحدتين هندسة، الوحدة الأولى 4 دروس والوحدة الثانية 5 دروس، ده الدرس الرابع يعني نهاية الوحدة الأولى بتاعتنا بأمر الله. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. خلينا افكرك ان شرح الدروس، حل الاخطر، حل المقالي، حل المستويات العليا، حل الاختبارات التراكميه القصيره الموجوده في كراسه المعاصر الجزء الخاص بالامتحانات كله بتحل هنا على القناه. ناس بتقول لي فين يا باشمهندس فيديوهات الشرح؟ فيديوهات الشرح موجوده في قوائم التشغيل، كل حاجه موجوده في قوائم التشغيل، خش عليها هتلاقي شرح الدرس وبعدين كل ما يخص الدرس من حلول المعاصر بامر الله. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. درس تطبيقات التشابه في الدايره درس سهل جدا جدا، هما 3 نظريات شغالين بيهم، سواء تقاطع وترين داخل الدايره او تقاطع وترين خارج الدايره او مماس مع قاطع او مماس مع مماس او ايا كان. تمام. الفكره كلها دلوقتي ان احنا قلنا اهم حاجه في فيديو الشرح ان لازم يبقى القاطع او الوتر كامل في الدايره، هي دي اخطر نقطه في الدرس وده اللي انا هوضحه لك خلال التمارين بامر الله، انما غير كده باذن الله الشغل سهل جدا جدا وبسيط. طيب السؤال رقم 1 يا باشمهندس بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك قيمه السين. جيت بصيت لقيت الوتر ج د اتقطع مع الوتر ا ب في النقطه اهي، فدول وترين اتقطعوا داخل الدايره، فطالما الوترين يا باشمهندس متقاطعين داخل الدايره يبقى حاصل ضرب الجزئين بيساوي حاصل ضرب الجزئين. مش فاهم، الوتر ج د اتقسم لجزئين هما 7 و12، يبقى حاصل ضربهم اللي هو 7 في 12 هيساوي الوتر ا ب اتقسم لجزئين هي الستة والسين، يبقى هتساوي حاصل ضربهم اللي هو 6 في سين، ويبقى المسألة خلصت بكل بساطة. هنا على الستة فعل واحد، هنا على الستة فعل اتنين، يبقى إذا السين بيساوي 2 في 7 ب14، يبقى قيمة السين بتساوي 14، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح بتاعك. خلاص كلام جميل. طيب رقم 2 بيقول لي ألف ب تقاطع الجيم د اتقطعوا في النقطة م، والألف م بستة، الميم ب ب18، الجيم م ب3 س، الدال م ب4 س، عايز مني الجيم د. جيت بصيت لقيت الوتر ألف ب والوتر د ج برضه اتقطعوا يا باشمهندس في نقطة داخل الدايرة، يبقى الوتر ألف ب اتقسم جزئين هما الستة وال18، يبقى أنا هضرب الستة في ال18 هيساوي الوتر د ج اتقطع لجزئين 4 س و3 س، يبقى أنا هضرب ال 4 س في التلاتة سين يا باشمهندس. خلاص يبقى بالنسبة لي ان 6 في 18 4 في 3، يبقى بالنسبة لي 12 سين تربيع. طب هنا على الستة فعل واحد، هنا على الستة فعل اتنين، هنا على الاتنين فعل واحد، على الاتنين فعل 9، يبقى انا كده وصلت ان سين تربيع بتساوي 9. هبدأ اخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هيشيل الأس يبقى سين، والأس زوجي يبقى موجب أو سالب، وجذر 9 3. بس هنا أنا بتكلم على أطوال، فالسين ما تنفعش سالب، يبقى إذا السين بتساوي 3. ما تستعجلش وتختار 3، شوف المطلوب، هو طالب منك طول الجيم د، تمام، والجيم د ده عبارة عن 4 س و 3 س يعني 7 س، يبقى ده عبارة عن 7 وأنا جبت السين ب3، يبقى 7 في 3 ب21، ويبقى بالنسبة لي الاختيار ده هو الاختيار الصح. يبقى لازم أركز في المطلوب عشان ما أغلطش يا باشمهندس. تمام الشكل رقم 3 بيقول لي في الشكل المقابل أنا عايز منك قيمة السين. نفس الفكرة، الوتر ألف ب تقاطع الوتر ده الجيم في نون، ودول متقاطعين داخل الدايرة، يبقى أنا هاخد الجزء اللي هو ده في ده اللي هو الألف ب اتقطع لجزئين 4 و9، يبقى أنا هضرب الأربعة في التسعة، هقول بتساوي طبعا الدال ج اتقطعت لجزئين هما س وس، يبقى عباره عن س مضروبه في س، س في س بس تربيع، و4 في 9 ب36. هاخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هيشيل لي الاس يبقى دي س، والاس زوجي موجب او سالب، وجذر 36 6. اروح استعجل واختار موجب او سالب 6؟ يا باشمهندس ما انت مطلعها، قلت لا دي اطوال وطالما ما فيش فيها تربيع يبقى انا هاخد الحل الموجب بس، يبقى اذا قيمه السين بتساوي 6. قيمه السين بتساوي 6 يعني الاختيار ا هو الاختيار الصح. السؤال رقم 4 بيقول لي في الشكل المقابل برضه انا عايز منك قيمه السين. برضه الوتر ا ب تقاطع د ج في النقطه اهي، دول وترين داخل الدايره. طب خلي بالك قال لك ان الج ه قد ال ه د، وهو مسمي لي الجيم ه بس، يبقى اكيد ال ه ده برضه بكام؟ بس. طيب الوتر ا ب اتقسم لجزئين 4 و1 ونص س، يبقى عباره عن 4 في 1 ونص س هيساوي الوتر د ج اتقسم لجزئين س وس، يبقى هتساوي س في س.
ركز بقى معايا، 4 في 1.5 يبقى 6 س، هيساوي س في س ب س تربيع. انصحك ما تشيلش دي قصاد دي، هي هتنفع في السؤال ده، انما في مسائل تانيه انت هتبقى بتستبعد اجابات، فامشي بالطريقه اللي انا هعملها ده على طول. هودي دي الناحيه التانيه، يبقى س تربيع ناقص 6 س بيساوي صفر. هاخد السين عامل مشترك فيفضل لي س ناقص 6 بيساوي صفر. فيا اما الاول بيساوي صفر يبقى السين بتساوي صفر، يا اما الثاني بيساوي صفر هعكس اشاره السالب 6 يبقى موجب 6. طب ينفع اخد السين بصفر؟ لو حطيت دي بصفر يبقى الجيم ده طوله صفر وده ما ينفعش، يبقى ده مرفوض. يبقى اكيد ان قيمه السين بتساوي كام؟ بتساوي 6، يعني بالنسبه لي الاختيار الجيم. يا باشمهندس ما انا كنت هشيل السين مع السين و4 في 1.5 ب 6 يبقى السين بتساوي 6. اقول لك تمام والله تنفع في السؤال ده، بس ولكن في بعض الاسئله الثانيه لما نيجي نحلل هتلاقي ان انت بتضيع اجابه لو انت اختصرت ده قصاد ده، فامشي بالطريقه دي واستبعد الاجابات يبقى انت كده في المضمون بامر الله. خلاص. السؤال رقم 5 بيقول لي فيه الشكل المقابل ا ب و ج د وتران، برضه ملاحظ ان ا ب اتقطع مع د ج في النقطه واو. طب ا ب اتقسم لجزئين 5 ج ه و2 ق ه، يبقى 5 ج ه هضربها في 2 ق ه هتساوي الوتر ده الجيم اتقسم لجزئين هما السين واتنين، يبقى انا هضرب الاتنين في السين. طب مبدئيا والله انا ممكن اشيل الاتنين دي مع الاتنين دي، وادي 5 جا ه، ومن حساب المثلثات انا خدت الدوال المثلثيه عشان كده، القتا مقلوب الجا فلما اشقلبها تبقى 1 على جا ه، الكلام ده بيساوي سين. طب انا هشيل الجا ه مع الجا ه هيفضل لي هنا 5 بتساوي السين، يبقى انا وصلت ان قيمه السين بتساوي 5، ويبقى الاختيار ا هو الاختيار الصح يا باشمهندس، وهو ده اللي هو طالبه مني. خلاص ده كده الجزء الاول معانا، تعال نشوف الجزء اللي بعده بيقول ايه. بسم الله. السؤال رقم 6 بيقول لي ا ب تقاطع الجيم د في النقطه ه، وبيقول لي الالف ه ب 4 سم، يعني الالف ه ده ب 4، والهاء باء الهاء باء ده ب 6 تمام، والدال هاء بسين زائد سين زائد الواحد، الدال هاء سين زائد الواحد، والجيم هاء بسين ناقص الواحد، سين ناقص الواحد، تمام؟ فإن النقطة سين. طيب أنا ملاحظ برضو إن في وترين، الوتر جيم دال اتقسم جزئين، سين ناقص واحد وسين زائد واحد، أضربهم في بعض يبقى سين ناقص الواحد في سين زائد الواحد، هيساوي الوتر أ ب اتقسم لجزئين 4 في 6 يبقى هيساوي 4 في 6. بص معايا، هو في حل سهل جدا جدا بس محتاج طالب ذكي، إيه هو؟ س ناقص 1 وس زائد 1 دول عددين الفرق ما بينهم 2 صح؟ اه، ما لما ازود على دي 1 يبقى س، لما ازود كمان 1 يبقى س زائد 1، يبقى دول عددين الفرق ما بينهم 2، و4 و6 دول برضو عددين الفرق ما بينهم 2، يبقى ممكن اقول الصغير بيساوي الصغير، يعني ممكن اقول الصغير هنا اللي هو س ناقص 1 بيساوي الصغير هنا اللي هو 4، دي هتروح يبقى اذا الس ب 5، يبقى انا كده جبت قيمه الس على طول يا باشمهندس. أو إن أنا أقول الكبير بيساوي الكبير يبقى س زائد 1 بيساوي 6 وبرضه س هتساوي 5، ده حل سريع. طب الحل التقليدي أنا هضرب س في س بس تربيع، خلي بالك دول مترافقين، سالب 1 في موجب 1 بسالب 1، و4 في 6 ب 24 هودي دي، يبقى الس تربيع بتساوي 24 زائد 1 يبقى 25، هبدأ آخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هيشيل لي الأس يبقى س، الأس زوجي موجب أو سالب، وجذر 25 5. بس هنا انا بتكلم على اطوال يبقى اكيد ان الس بتساوي 5، يبقى قيمه الس فعلا بتساوي 5، سواء الحل ده او الحل ده الاثنين صح بامر الله. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 7 بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك طول نصف قطر الدائره، مفيش ادنى مشكله ركز معايا بقى. هو قال لي ان الحته ا ه قد الحته ه ب، ومديلي ال ه ب 6 يبقى اكيد ال ه ب بكام؟ ب 6. الوترين دول حدد لي نقطه التقاطع وما تقاطعهم في النقطه هي تمام، يبقى خلي بالك بقى الوتر ا ب اتقسم جزئين هما 6 و6 يبقى عباره عن 6 في 6 هيساوي، لاحظ ان الوتر ده الجيم اتقسم للجزء ده كله اللي هو ده اله، طب ايه رايك نسميه س، وجزء تاني 4 يبقى الكلام ده بيساوي س في 4، 6 في 6 ب 36 هيساوي س في 4 ب 4 س، هقسم هنا على 4 وهنا على 4 دي هتروح يبقى الس 36 على 4 فيها 9، يبقى انا كده عرفت ان طول الدال ه بيساوي 9 سم، حلو جدا، ومعايا ال ه ج ب 4 سم. طب معلش مش الدال ج ده عباره عن قطر الدايره لانه بيمر بالمركز؟ اه، يبقى الدال ج اللي هو عباره عن القطر اللي هو 2 نط بيساوي 9 زائد 4 يبقى 13، انا جبت الس ب 9 واللي تحت 4 يبقى 9 و4 كام؟ 13، اللي هي 2 نق اللي هو القطر، هو عايز النق خلاص اقسم هنا على 2 وهنا على 2،
ده هتروح يبقى النقي بيساوي 13 على الاثنين يعني 6.5، يبقى قيمتها 6.5 ويبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار الصح. بس كده بس كده وزي الفل، لازم تبقى فاهم الدرس بتاعك. تمام. السؤال رقم 8 بيقول لي الباء د لكل تربيع بيساوي ايه؟ حاضر يا باشمهندس. طيب هو هنا مديلي الجزء ب د قد الجزء د ج، ما انا ملاحظ ان الوتر ب ج متقسم جزئين ب د ود ج، يبقى انا هقول الب د في الد ج هيساوي، وملاحظ ان الوتر ا ه اتقسم جزئين الالف د والد ه، يبقى الالف د في الد ه. كلامك جميل. فمش انت مديلي ان د ج قد ب د يبقى انا ممكن اشيل الد ج واحط مكانها ب د، يبقى ب د في ب د بب د تربيع هيساوي الالف د في الد ه. بس كده. الالف د في الد ه هي موجوده؟ ايوه موجوده، اللي هو الاختيار ب. بس المساله خلصت ولازم ابقى عارفها. تعالى بقى للخطيره. الخطيره ايه هي؟ نصف دايره. قلت لك لا، انا ما بتعاملش مع نصف دايره. اي دايره تجيلي ناقصه لازم اكملها، اي وتر يجي لي ناقص لازم اكمله، اي قطر يجي لي ناقص لازم اكمله. فانا هنا مش مهندس ما ينفعش اشتغل بقوانين الدرس الا ما اكمل الدايره. يعني هكمل الدايره هتعملها ازاي؟ تعال اقول لك اعملها ازاي بكل بساطه. ادي يا باشمهندس الدايره. تمام تمام. انا في وتر هنا ابن حلال جاي كده، وخلي بالك اهو نص الدايره اللي هو رسمه، انا هرسم لك نص الدايره. ادي المركز. الوتر اللي جاي كده مقسوم جزئين 6 و4، اقول له تمام. وفي بقى قطر جاي كده، مش هي دي الرسمه اللي فوق؟ اه. مديك الحته دي ب2 والحته دي بس. طب معلش اسالك سؤال، مش الحته دي كده عباره عن ايه؟ جدع، عباره عن س زائد الاثنين. طب ما الحته دي كده عباره عن نصف القطر، لان دي نقطه على الدايره وده المركز. حلو. يبقى لما اكمل يا باشمهندس القاطع ده كده، ما الحته دي برده نصف القطر، فلو دي س زائد الاثنين يبقى برده دي س زائد الاثنين. صح صح يا باشمهندس، وكلامك زي الفل. تمام. ركز بقى معايا. انا دلوقتي معايا الوتر، الوتر اللي هو ده اتقسم لجزئين 6 و4، يبقى انا هقول 6 في 4. ركز بقى معايا. الوتر الثاني سيبك من المركز خالص، هو اتقسم لجزء هنا عباره عن 2، يبقى 2. والجزء الثاني هو الجزء ده كله اللي هو عباره عن س وس، يبقى 2 س زائد 2، يبقى دي 2 س زائد ال2. دي أهم مسألة في التمرين. تاني أنا كملت الدايرة، عرفت إن دي 2 ودي س، يبقى نصف القطر س زائد 2، يبقى نصف القطر التاني س زائد 2. الناس بتتلخبط بقى وتقول لي إيه؟ هو اتقسم يا باشمهندس لجزئين، الحتة دي والحتة دي؟ أقول لك لا، أنا بدور على تقاطع الوترين، هما اتقطعوا هنا. أنا ماليش دعوة بالمركز. فطالما اتقطعوا في النقطة دي يبقى اتقسمت لجزئين، الحتة دي اللي هي 2 والحتة دي كلها اللي هي س وس زائد 2، هي دي الفكرة كلها. يبقى 6 في 4 هيساوي هنا 2. ايه رايك اخد من القوس ده 2 عامل مشترك فيفضل لي س زائد 1؟ طب بتعمل كده ليه؟ لان 2 في 2 ب 4 هتقوم رايحه مع ال 4 دي، فيفضل لي س زائد 1 بيساوي 6. هودي للناحيه الثانيه يبقى س بتساوي 6 ناقص 1 اللي هي 5، يبقى قيمه الس بتساوي 5، ويبقى الاختيار ا هو الاختيار الصح. خلاص؟ ده من اهم مسائل التمرين، لان الحاجه اللي مش ناقصه يا باشمهندس لازم اكملها. تمام. السؤال اللي بعده السؤال رقم 10، بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ب 7 ب ه ب 5 د ه ب 6، عايز مني طول الجيم د. دي الحاله الثانيه هي تقاطع وترين خارج الدايره. بص يا باشمهندس، انت بتحدد نقطه التقاطع تمام، وبتمشي منها مره للنقطه ب وبتمشي منها بره للنقطه ألف، مش فاهم حاجه. دلوقتي يا باشمهندس النقطه ها هي نقطه تقاطع الوترين خارج الدايره، فانا لما امشي من الهاء للباء يبقى انا مشيت 5 في، لما امشي من الهاء للالف يبقى انا مشيت 7 و5 12 عشان ما تغلطش. حلو جدا، هيساوي نفس الفكره الناحيه الثانيه. انا دلوقتي همشي من الهاء للدال اللي هي النقطه اللي على الدايره، والنقطه الثانيه اللي هي جيم، فلما امشي من الهاء للدال انا مشيت 6 تمام، ولما امشي من الهاء للجيم يبقى انا مشيت 6 زائد الجيم دال. عايز تسميها س مفيش مشكله، فاقول لي كده يبقى س زائد ال6 او س زائد 6 زائد س. تمام. هنا على 6 فال 1 على 6 فال 2، يبقى 5 في 2 ب 10 هيساوي س زائد ال 6. ايه رايك اودي للناحيه الثانيه؟ يبقى الس 10 ناقص 6 اللي هي كام؟ 4. يبقى قيمه الس بتساوي 4 اللي هو الاختيار ج. لازم تهتم بالحركه، بمشي من نقطه التقاطع للنقطه الاولى وبعدين النقطه الثانيه، وهنا برضو من نقطه التقاطع للنقطه الاولى وبعدين للنقطه الثانيه. لو عملت الطريقه دي باذن الله مش هتغلط في الدرس خالص يا باشمهندس. خلاص؟ خلي بالك هو عايز مني الجيم دال،
فانا قدرت اجيبها بكل سهوله. لو كنت عايز مثلا تقول 6 في الجيم ه، وبعد ما تجيب طول الجيم ه تشيل منها الستة، انا ما عنديش مشكله خالص، ولكن الطريقه دي اسهل في الحل. السؤال رقم 11 يا باشمهندس بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك طول الباء ه، نفس الفكره بالظبط. خلي بالك وعايز منك الباء ه، انت نقطه التقاطع اهي، يبقى انت هتمشي للنقطه الاولى اللي هي ب، وبعدين النقطه الثانيه اللي هي ألف. يا عم سمي الباء ه دي بس، لما امشي من الهاء للباء يبقى انا اتحركت س في، لما امشي من الهاء لحد الالف يبقى انا اتحركت س زائد الخمس. طب تحت همشي للنقطتين، همشي للدال وهمشي للجيم، لما امشي من الهاء للدال يبقى 3، وما امشي من الهاء لحد الجيم يبقى مشيت 3 و9 اللي هي 12. طب هنا بقى س في س بس تربيع، وس في 5 ب5 س، هنا 3 في 12 ب36، انا هوديها الناحيه الثانيه يبقى ناقص 36، الكلام ده بيساوي صفر. هبدا احلل المقدار ده عن طريق الاله او ايدي، هنا س وسين، الاخير سالب موجب سالب، عددين ضربهم 36، الفرق ما بينهم 5، 9 في 4 وكبير شبه اللي في النص، هنا 9 من 4. من هنا س بسالب 9 وما ينفعش طول بالسالب، ومن هنا ان س بتساوي 4 يبقى قيمه السين ب 4، وتاكد هو طالب ايه؟ الباء ه اللي انا مسماها س، يبقى طولها 4 ويبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح يا باشمهندس. خلاص جميل جدا وزي الفل، تعال نشوف اللي بعده. سؤال 12 بيقول لي اذا كان الهاء د بيساوي الدال ج، طيب الهاء د بيساوي الدال ج، فتعالى نسمي الهاء د بس، وبناء عليه يبقى الدال ج برضه بس. وبيقول لي ان الهاء باء ب2، الهاء باء دي ب2، وقال لي ان الالف ب، الالف ب بدي ب7. طيب عايز منه طول الهاء ج، ركز معايا، نقطه التقاطع هي اهي، همشي مره للدال وهمشي مره للج، اما امشي من اله للدال يبقى انا مشيت س، ولما امشي من اله لحد الجيم يبقى مشيت س وس اللي هي 2 س، هيساوي هنا برضو همشي مره للب ومره للالف، لما امشي من الهاء للباء يبقى انا مشيت 2 في، لما امشي من الهاء لحد الالف همشي 2 و7 اللي هي 9. طب انا ممكن اشيل الاثنين مع الاثنين، س في س يبقى س تربيع بيساوي 9، هاخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هشيل الاس يبقى س، الاس زوجي موجب او سالب، وجذر 9 3، بتكلم على اطوال يبقى السين بموجب 3. حدد هو عايز ايه وما تستعجلش في الاجابات. هو عايز منك اله ج، اله ج دي اللي هي 2 س، ما هي س وس، فعباره عن 2، وانا جبت السين ب 3 يبقى 2 في 3 ب 6 يا باشمهندس، ويبقى الاختيار ا هو الاختيار الصح. خلاص ركز، بعد ما تجيب المتغير شوف هو طالب منك ايه، عشان بعد ما تعمل الشغل ده كله لو اخترت حاجه غلط للاسف المساله كلها بتبقى غلط، لان يعني السؤال اختر. خلاص 13 بيقول لي اذا كان الدال ج بيساوي الميم ب، ماشي يا عم، والله انا هسمي الدال ج بس، وبناء عليه يبقى الميم ب بس. بس انت لماح صح؟ انا عارف والله ان انت لماح جدع، انت قلت لي يا باشمهندس الوتر لو مش كامل او القطع مش كامل او الدايره مش كامله لازم اكملها، فهنا انا عندي المفروض هتحرك من الالف للجيم، وبعدين هتحرك من الالف للدال، فدي سهله. تحت المفروض هتطلع من الالف للب، طب فين النقطه الثانيه اللي هتحرك لها؟ واحد هيقول لي هتحرك للميم، طب هي ميم دي نقطه على الدايره، مش انت شايف النقط اللي انا بحطها بلاقيها على الدايره؟ ايوه، يبقى انا لازم اكمل القاطع ده كده تمام لحد النقطه دي، يا عم سميها هاء مثلا. تمام تمام، طب انا هجيب طول الميم هاء ازاي؟ ما سهله، ما هي الميم بقى دي س اللي هي يعتبر نصف قطر، ما هي الميم دي نصف قطر، يبقى دي برضو بكام؟ بس. لو عملت الحركه دي يبقى انت فاهم الدرس وباذن الله تقفل. يبقى انا فوق اتحرك من الالف للجيم يبقى اتحركت 6 في، هتحرك من الالف لحد الدال يبقى اتحركت س وكمان 6، يعني س زائد ال 6 حلو هيساوي. تحت هتحرك من الالف للب يبقى اتحركت 4 في، خلي بالك بقى هتحرك من الالف لحد اله يبقى انا اتحركت س وس يبقى 2 س وكمان 4 يبقى 2 س زائد ال 4. دي اهم نقطه في الدرس، كلامك جميل جدا. ممكن بقى نشتغل عادي، 6 في س ب 6 س و6 في 6 ب 36 هيساوي 4 في 2 س ب 8 س، وفي 4 في 4 ب 16. تعالى نجيب دي هنا 8 س هيجي لها 6 س بالسالب يبقى 2 س، وهنجيب دي هنا 36 هيجي لها 16 بالسالب يبقى 20، نقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين يبقى قيمه الس بيساوي 10. هو عايز منه محيط الدايره، معلش هي س دي عباره عن ايه؟ ما س دي عباره عن نصف القطر، طب ما انا عارف ان محيط الدايره عبارة عن 2 باي نق، يعني 2 وسيب الباي زي ما هي ونصف القطر ب 10،
2 في 10 يبقى 20، وهنا باي يبقى 20 باي سنتيمتر يا باشمهندس. هو ده كده بالنسبه لي محيط الدايره، يعني بالنسبه لي الاختيار دي هو الاختيار الصح. كلام جميل. السؤال رقم 14 وتعالى نشوف بيقول لك ايه. نفس الفكره بس هنا الاوتار كامله، فانا الحمد لله مطمن لان نقطه التقاطع فعلا موجوده على الدايره، انت حددها كده ونقطه التقاطع اللي بره اهي. يبقى انا همشي مره من الجيم للب، يبقى انا مشيت س في، همشي من الجيم لحد الالف يبقى مشيت س وكمان 3 س يبقى 4 س هيساوي، همشي من الجيم للدال يبقى انا مشيت 8 في، همشي من الجيم لحد اله. خلي بالك بقى، مشيت س ومشيت 4 ومشيت 8 انقل الس، والاربعة والتمانية لو جمعتهم يبقى 12. كلام جميل جدا وزي الفل. هنا س في 4 س ب 4 س تربيع هيساوي 8 في س ب 8 س و8 في 12 ب 96. ممكن اقسم كلها على 4، تعال نشوف كده. ال 96 على 4 بتقبل الحمد لله. اقسم المسألة كلها على 4 يبقى س تربيع، 8 على 4 يبقى 2 س، و96 على 4 لسه عامل لنا على الآلة 24. هندخل دي هنا وندخل دي برضه هنا، يبقى ادي س تربيع سالب 2 س سالب 24 بيساوي صفر، ونبدأ نحلل الكلام ده. س تربيع س في س الأخير سالب موجب سالب، عددين ضربهم 24 الفرق 2، 6 في 4 وكبير شبه اللي في النص يبقى هنا 6 وهنا 4. من هنا ان س بسالب 6 وده مرفوض مفيش طول بالسالب، ومن هنا ان س بتساوي 4 يبقى قيمة الس يا باشمهندس بتساوي كام؟ 6 في 4 ب 24 والفرق ما بينهم الكبير شبه اللي في النص، معذرة ده سالب وده موجب. من هنا هتبقى دي موجب 6 ودي سالب 4، السالب 4 هو اللي هيبقى مرفوض ويبقى الستة هي اللي صح، يبقى بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار الصح يا باشمهندس. خلاص هنا الأوسط سالب يبقى شرط الكبير شبه الأوسط، يبقى فعلا قيمة الس بتساوي موجب 6 يا باشمهندس، يبقى أنا كده مسألتي خلصت وزي الفل. تعالى نشوف اللي بعده. السؤال 15، وأعتقد كده إحنا بدأنا حالة تانية، إيه هي حالة المماس؟ ليه؟ لأن لو جيت اتحركت من الألف هتلاقي نقطة دال بس، فده اسمه مماس من غير ما يقول لي في المسألة، لأن لقيت نقطة واحدة على الدايرة. فأنا عارف الحالة دي إن المماس تربيع يبقى 7 تربيع، ممكن تعملها 7 في 7 أنت حر، أو تعملها 7 تربيع. هنا الألف النقطتين التقاطع هما باء وجيم، يبقى أتحرك مرة من الألف للب اللي هي 5 في، أتحرك من الألف لحد الجيم اللي هي س وكمان 5 يبقى س زائد 5. حلو جدا تمام. 7 في 7 ب 49، 5 في س ب 5 س، و5 في 5 ب 25 هودي دي. يبقى ال 5 س بتساوي 49 ناقص 25 يبقى 24. اقسم هنا على 5 وهنا على 5 دي هتروح، يبقى الس بتساوي 24 على 5 فعل 4، و 4 في 5 ب 20 ويفضل 4 على 5 اللي هي 8 من 10، يبقى الناتج 4 و 8 من 10 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ا يا باشمهندس. خلاص. السؤال 16 بيقول انا عايز منك مساحة الدايرة، يبقى لازم اوصل لنصف القطر. طيب مبدئيا الجيم ه قال لي قد اله د، يعني لو الجيم ه 3 يبقى اله د 3. طب قال لي ان الجيم ا قد الالف م قد الميم ب، ما هو الجيم ا دي تعالى نسميها س، ويبقى الالف م برضه بس، ويبقى الميم ب برضه بكام؟ بس. نقطة التقاطع ها، هتحرك مرة من الجيم للهي يبقى اتحركت 3 في، هتحرك من الجيم لحد الدال يبقى اتحركت 3 وكمان 3 يبقى 6 هيساوي. هنا هتحرك من الجيم للالف، ما هي دي أول نقطة، ومن الجيم للب ماليش دعوة بالمركز. لما اتحرك من الجيم للالف يبقى اتحركت س في، لما اتحرك للجيم للب يبقى اتحركت س وس وس اللي هي 3 س. حلو جدا. شيل ال 3 مع ال 3 هيفضل لي س في س بس تربيع بيساوي 6 تمام. خلي بالك هو عايز مساحه الدايره، ممكن ما اجيبش الس ان هي بجذر 6. ليه؟ هقول لك الوقت، عشان انا بالنسبه لي ان نصف القطر بيساوي س، مش الالف ميم ده عباره عن نصف قطر؟ اي، والميم ب عباره عن نصف قطر؟ اي. طب ما انا عارف ان مساحه الدايره عباره عن باي نق تربيع، يعني ادي الباي والنق اللي هو اصلا س يبقى تربيع، يعني مساحه الدايره عباره عن باي س تربيع. طب انا جايب الس تربيع ب 6، يبقى انا هشد واحط 6، يبقى مساحه الدايره عباره عن 6 باي سنتيمتر مربع اللي هو الاختيار ألف. لو عايز تاخد الجذر يبقى الس بجذر 6 وبعدين تربع جذر 6 مفيش مشكله، بس انا بحب ابقى لماح شويه في المسائل واشوف المطلوب مني على القد بالظبط. خلاص. السؤال 17 بيقول لي الباء ألف مماس للدايره. خلاص، يبقى متحرك من الباء للألف هيبقى تربيع،
يعني هنا دي حتة واحدة مفيش نقطة تقاطع تانية، فيبقى الألف ب الكل تربيع بيساوي دي نقطة التقاطع مع الدايرة ج ود، يبقى أنا هتحرك مرة من ال ب للج اللي هي 9 في، هتحرك من ال ب لحد ال د اللي هي 9 و7 16. ممكن آخد الجذر بالشكل ده كده، فالجذر هيشيل الأس، يبقى الألف ب بيساوي جذر ال 9 3 في جذر ال 16 4، يبقى 3 في 4 ب 12. أنا بستبعد كده كده الحل السالب، هو المفروض موجب أو سالب 12، بس عشان هنا أطوال يبقى الألف ب بيساوي كام؟ بيساوي 12 اللي هو الاختيار ج يا باشمهندس. خلاص؟ هل في مشكلة؟ اللي بعده. السؤال رقم 18 بيقول لي إذا كانت ألف ب قطعة مماس، ماشي يا باشمهندس، عايز مني محيط الدايرة. طيب خلي بالك الميم ج ده نصف قطر، تعالى نسميه س، وده الميم نصف قطر يبقى برضه بس. ركز معايا، ماليش دعوة بالمركز، اللي تحت قطع في ج وقطع في د، واللي فوق قطع في نقطة واحدة، يبقى هو مماس، يبقى ألف ب تربيع اللي هو المماس تربيع، يعني 6 في 6 هيساوي، هنا هتحرك من الألف للجيم يبقى 3 في، ركز بقى، هتحرك من الألف لحد الدال، هنا س وس 2 س وكمان 3 يبقى 2 س زائد 3. ممكن هنا على 3 فال 1 على 3 فال 2، 2 في 6 ب 12 هيساوي 2 س زائد 3، هودي ده هنا يبقى ال 2 س 12 ناقص 3 9، هقسم هنا على 2 وهنا على 2، يبقى الس بتساوي 9 على ال 2 اللي هي 4 ونص. خلي بالك ده كده نصف القطر، هو عايز مني محيط الدايره، محيط الدايره 2 باي نق، وخلي بالك النق هو هو الس، يعني ممكن اقول 2 س في باي. خلي بالك انا اصلا كنت حاسب ال 2 س ب 9، يبقى هي 9 باي سنتيمتر اللي هو الاختيار ب، بدل ما كنت اجيب السين، نفس فكره المساله بتاع مساحه الدايره، مش النق هو السين، ودي 2 باي نق يبقى 2 باي سين. طب ما هو ال 2 سين اصلا انا حاسبها ب 9، طب انا مش عارف انا جبت نصف القطر ب 4 ونص، خلاص يبقى 2 في 4 ونص اللي هي 9 باي، يبقى الاجابه فعلا 9 باي اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب يا باشمهندس. ويبقى احنا كده خلصنا برضو الجزء ده، تعال يعني نشوف الجزء اللي بعده بيقول لك ايه. بسم الله. السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال رقم 19 بيقول انا عايز منك طول نصف قطر الدايره، اعتقد يعني الفكره دي بقت مهروسه خلاص الحمد لله. بسم الله، انا عندي هنا من الالف لحد الب نقطه واحده، يبقى من غير ما يقول لي الالف ب ده مماس، طالما لمس الدايره في نقطه واحده يبقى المماس تربيع، يعني 2 جذر 3 مضروبه في 2 جذر 3 هيساوي، خلي بالك انا يهمني نقطه التقاطع مع الدايره، يبقى يهمني الجيم ويهمني الدال. قال لك الثلاث حتت دول قد بعض، طب ما تسمي دي س ودي س ودي س، يبقى متحرك من الالف للجيم يبقى انا اتحركت س واحد في، لما اتحرك من الالف لحد الدال يبقى س وس وس اللي هي 3 س. طب هنا 2 في 2 ب 4 وجذر 3 بجذر 3 ب 3 هتساوي س في 3 س. طب ايه رايك اشيل 3 مع 3؟ هيفضل لي س في س بس تربيع بيساوي 4، هاخد هنا الجذر وهنا الجذر، الجذر اشيل الاس يبقى س، الاس زوجي موجب او سالب، وجذر الاربعه 2. خلي بالك انا بتكلم على اطوال، يبقى انا هاخد الحل الموجب يبقى س بيساوي 2. طب مش س دي هي نصف القطر؟ اه، ما هي ج م دي عباره عن نصف قطر اللي انا مسميها س، يبقى فعلا نصف قطر الدايره بيساوي 2، ويبقى الاختيار ا هو الاختيار الصح. السؤال رقم 20 يا باشمهندس بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك طول الالف ج، ركز معايا. هنا من الالف لحد الب قطع الدايره في نقطه واحده، يبقى ده مماس، يبقى الالف ب تربيع يعني 8 في 8، بكرر العدد او اقول 8 تربيع. هنا من الالف هتحرك مره للجيم وهتحرك مره للدال، طب ما تيجي نسمي الالف جيم ده بسين، يبقى انا هتحرك من الالف للجيم يبقى انا اتحركت سين في، هتحرك بقى من الالف لحد الدال اللي هي نقطه التقاطع الثانيه، يبقى انا مشيت سين وكمان 12 يبقى سين زائد ال 12، يبقى 8 في 8 ب 64 هيساوي سين في سين بسين تربيع، و12 في سين ب 12 سين، هنجيب ده هنا يبقى سين تربيع موجب 12 سين ناقص 64، الكلام ده بيساوي صفر. هنبدأ نحلل الكلام ده يا باشمهندس. السين تربيع هي سين في سين، الأخير سالب موجب سالب، عددين ضربهم 64 الفرق 12 هي 4 في 16، والكبير شبه اللي في النص، يبقى هنا 16 وهنا 4، يبقى هنا السين بسالب 16 وده مرفوض لأنها أطوال، ومن هنا إن السين بموجب 4. طب ما هي السين دي هي الألف جيم، هو عايز الألف جيم، يبقى أكيد الألف جيم بيساوي 4، ويبقى الاختيار جيم هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 21، وتعالى نشوف بيقول لك ايه.
بيقول لي ان ا ب ممسه للدايره م، وقال لي الالف د باربعه والدال ج ب 12، عايز مني طول نصف قطر الدايره. ركز بقى معايا، المماس بيبقى عمود على نصف القطر او القطر، فطالما ا ب مماس يبقى بالنسبه لي دي كده زاويه 90 درجه. بنفس الفكره انا معايا النقطه ا وصلت للنقطه ب، يعني وصلت الدايره في نقطه واحده، يبقى ال ب مماس وهو وضح، يبقى ال ب الكل تربيع اللي هو المماس تربيع، او اقول ا ب في ا ب. الالف هنا قطعت مرة الدايرة بدال ومرة قطعت لجيم، يبقى أنا هتحرك مرة من الألف للدال اللي هي 4، وأتحرك مرة من الألف للجيم 4 و12 اللي هي 16، هاخد الجذر وهنا الجذر، الجذر هيشيل الأس يبقى ألف ب، وجذر الأربعة باتنين وجذر الستاشر بتمانية، يبقى 2 في 8 ب 16. يبقى أنا طبعا أنا خدت الحل الموجب برضه، والمفروض موجب أو سالب، بس أنا خدت الحل الموجب، يبقى هنا الألف ب بكام؟ ب 16. هو عايز منه طول نصف القطر الدايره. طب معلش كده، مش انت معاك مثلث قائم فاضل الضلع ب ج؟ اه. طب ما انا ممكن اجيبه من فيثاغورس. ازاي؟ ب ج ادي الجذر، هو ب ج ضلع ولا وتر؟ لا يا باشمهندس ضلع، يبقى الاشاره هنا سالب. طب الوتر كله كام؟ 4 و12 اللي هي احنا جبنا ال ب بكام؟ معذره والله انا قلت ازاي ده 16 وده 16 اصلا. جذر ال 4 2 وجذر ال 16 4، يبقى 2 في 4 ب 8، تمام؟ يبقى ده كده ب 8، خلاص يبقى الثاني ب 8 جذر 3 طالما نص. المهم الوتر 4 و12 16، يبقى بالنسبه لي جذر الوتر تربيع اللي هو 16 تربيع ناقص الضلع ده تربيع 8 تربيع، يبقى بالنسبه لي هتطلع باذن الله 8 جذر 3. يمين دي الب ج، طب ما انا عارف ان الب م قد الميم ج لان كل واحده فيهم نصف قطر، طب ما هو عاوز نصف القطر، خلاص يبقى نصف القطر عباره عن ب ج هقسمها على الاثنين، يعني 8 جذر 3 على ال 2 يبقى 4 جذر 3، يبقى الاجابه بتاعتي 4 جذر 3 اللي هو الاختيار ا. تاني بس عشان اللخبطه اللي حصلت، الالف ب هو اتحرك من الالف للدال 4 ومن الالف للجيم 4 و12 16، خدت الجذر، جذر ال 4 2 وجذر ال 16 4، يبقى 2 في 4 ب 8، يبقى الالف ب ب 8، الب ج جذر الوتر تربيع اللي هو 16 تربيع ناقص 8 تربيع طلع ب 8 جذر 3. ما هو ال ب ج ده نصف القطر اللي هو 2 نق، يبقى عشان اجيب النق هقول ب ج على الاثنين اللي هي 4 جذر 3، وباذن الله تكون مفهومه معاك. خلاص السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال رقم 22 بيقول لي ايه؟ تعال نشوف. بيقول لي ا م ب مثلث قائم في م، نصف قطر الدايره بيساوي 3، ا د بيساوي 1، فان ال ب ج، ركز بقى معايا. والله لو ال م ب ب 3 يبقى ال م د برضه ب 3 بجد؟ اه والله. ليه؟ لانه نصف قطر الدايره. تمام، هو انت عايز ايه؟ انا عايز منك ال ب ج. طيب ادي الالف عدى مره بج وعدى مره ب، ده القطع الاول. طب مره عدى هنا بدال، اوعى تقول لي عدى بمين، ما انا قلتها لك مليون مره، ماليش دعوه بالمركز، لازم اوصل لنقطه على الدايره، يبقى انا لازم اوصل دي عشان اكمل القاطع. طب معلش لو انا سميت النقطه دي هاء مثلا، الميم هاء دي بكام؟ ما هي نصف قطر، يبقى برضه بثلاثه. خلاص انا خلصت، يبقى انا هتحرك مره للدال ومره للهاء. يلا بينا، يلا بينا نشتغل يا باشمهندس. بص معايا، انا دلوقتي يا باشمهندس وعايز اوصل للب ج، تمام؟ تمام. انا دلوقتي عرفت ان دي بواحد ودي بثلاثه ودي بثلاثه ودي بثلاثه. خلي بالك مش كده الضلع ا م واحد وثلاثه اللي هو اربعه؟ ايوه، مش الالف م من الالف للميم واحد وثلاثه اربعه، والميم ب بثلاثه. طب ما من فيثاغورس اعرف احسب الالف ب ازاي؟ ادي الالف ب عباره عن وتر، يبقى جذر اربعه تربيع زائد ثلاثه تربيع يبقى خمسه، يبقى انا وصلت ان الالف ب بخمسه، لان ده هتفيدني. ليه؟ ما انا هتحرك من الالف للجيم انا مش عارفها، فهي بالنسبه لي الف ج في، هتحرك من الالف للب لا ده انا عارفها بخمسه، يبقى خمسه هيساوي، هتحرك من الالف للدال يبقى انا مشيت واحد في، هتحرك من الالف لحد اله يبقى واحد وثلاثه وثلاثه، واحد وثلاثه اربعه وثلاثه كام؟ سبعه. هنا يبقى الالف في الجيم في خمسه اللي هي خمسه الف جيم، واحد في سبعه بسبعه، اقسم هنا على خمسه وهنا على خمسه، ده هتروح يبقى الالف جيم بسبعه على خمسه، سبعه على خمسه اللي هي واحد، واتنين على خمسه اللي هي واحد واربعه من عشره. يبقى انا عرفت ان الالف جيم اللي هو الضلع ده بواحد واربعه من عشره، هو عايز البه جيم، ما هي البه جيم تبقى عباره عن خمسه ناقص واحد واربعه من عشره اللي هي تلاته وسته من عشره، يبقى طول البه جيم بتلاته وسته من عشره، يبقى الاختيار ا هو الاختيار الصح، ده برضه سؤال جميل جدا جدا جدا. خلاص؟ السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال رقم 23، بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك قيمه الس، ركز معايا. هي نقطه التقاطع بره الدايره جيم، صح؟ صح يا باشمهندس وكلامك مظبوط.
هتحرك مرة من الجيم للب وهتحرك مرة من الجيم للألف، وده كلام مظبوط جدا، والنقطتين على الدايرة. طب هنا هتحرك من الجيم للدال، بص بقى اللي هيقول لي هتحرك من الجيم للميم، قلنا مالناش دعوة بالمركز، يبقى أنا لازم أكمل القاطع بالشكل ده كده. سمي النقطة دي إيه؟ سميها هاء. طب ركز معايا، مش الميم ألف نصف قطر بستة؟ طب ما الميم ده نصف قطر يبقى دي بستة. طب ما الميم هاء نصف قطر يبقى دي برضه بستة. حلو جدا وزي الفل. طب تاني حاجة، المثلث ده متساوي الساقين. ايوه يا باشمهندس، لانه بيقول لك الزاويه دي قد دي، يبقى اذا الميم جيم دي ب9. الله، يبقى الجيم الف ده برضه ب9، ما هو 3 و6 9، يبقى انا كده عرفت الاضلاع. يلا بينا نتحرك. يلا هتحرك من الجيم للب، يبقى انا مشيت س ف. هتحرك من الجيم للالف، انا مشيت الجيم الف دي اللي هي 9، يبقى 9 هيساوي. هنا هتحرك من الجيم للدال، يبقى انا مشيت 3 ف. ركز بقى، هتحرك من الجيم لحد اله، يبقى 3 وكمان 6 9 وكمان 6 يبقى 15. هنا على 3 فعل 1، على 3 فعل 3، هنا على 3 فعل 1، على 3 فعل 5، يبقى اذا قيمه الس بتساوي 5 يا باشمهندس. خلاص، سؤال جميل جدا جدا وفكرته حلوه، وقلنا فكره ان احنا لازم نكمل دي اهم حاجه، وما نعتمدش على المركز خالص. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل ا وب ود ثلاث نقط على دائره مركزها، اذا كان ج منتصف الالف ب، يعني الجيم نص الالف ب، د وميم وجيم على استقامه واحده، وقال لي الالف ب ب 24. طب ما انت قلت لي ان الجيم في منتصف الالف ب، ولو هي 24 يبقى دي 12 ودي 12. وبيقول لي ان الدال جيم، الدال جيم الحته دي كده طولها عباره عن 18، فبيقول لي انا عايز منك طول نصف قطر الدايره. هل دي دايره كامله؟ قلنا لا، بنكمل القاطع او بنكمل الوتر او بنكمل الدايره، فانا لازم اكمل الدايره بتاعتي يا باشمهندس. خلاص، طب ما تيجي كده نكملها هنا. بص اهو، هنتخيل ان دي كده بغض النظر يعني عن الشكل المعوق اللي حصل ده، بس دي بقيت الدايره. وهبدا اشد الخط ده كده يا باشمهندس، تمام؟ وهبدا اسمي النقطه دي مثلا وليكن النقطه ب، تمام؟ ركز معايا. انا الوترين اتقطعوا في النقطه ج، يعني الوتر ا ب اتقسم لجزئين 12 و12، يبقى 12 في 12. والوتر د ه ماليش دعوه بالمركز، اتقسم لدال ج اللي هي 18، خلي بالك دول وترين داخل الدايره، والحته ج ه يبقى في الج ه، تمام؟ والله يا باشمهندس هنا على السته فات 3 وقفل 2، ايه يا عم الهري ده؟ ها، وهنا على السته فات 3، هنا 2 في 12 ب 24 هيساوي 3 ج ه، هقسم هنا على 3 وهنا على 3، ده هتروح يبقى الجيم ه 24 على 3 فات 8، يبقى انا كده وصلت ان طول الجيم ه عباره عن 8. طب مش الدال ه عباره عن قطر؟ ايوه، ما هو الدال ه عباره عن قطر، يعني عباره عن 2 نق. طب ما هو الدال ه عباره عن ال 18 زائد ال 8، 18 زائد 8 يبقى 26 سنتي. طب انا عايز نصف القطر بس، خلاص اقسم الدال ه على الاثنين، يبقى 26 على الاثنين يعني بالنسبه لي 13، يبقى نصف القطر بيساوي 13، ويبقى الاختيار د هو الاختيار الصح يا باشمهندس. برضه مسائل جميله جدا، هو جه في الاخر كده وبدا يجيب لك مسائل جميله. السؤال اللي بعده رقم 25 بيقول لي اذا كان الشكل ا ب ج د رباعي دائري، اذا كان، لا ده بيقول لك هو يبقى رباعي دائري امتى؟ طيب فين الشكل ا ب ج د؟ رباعي دائري، يبقى خلي بالك هو بيقول لك انه بتمر برؤوسه دايره بالشكل ده كده. خلي بالك لو في دايره بتمر هنا يبقى واو دي نقطه تقاطع وترين داخل الدايره، يبقى ممكن اقول الالف واو في الواو ج، الالف واو في الواو ج هيساوي البه واو في الواو د، البه واو في الواو د، ده دول الوترين تقاطعهم داخل الدايره. طب لو الوترين اتقاطعوا خارج الدايره في النقطه اهي، يبقى انا هتحرك من اله للالف ومن اله للب، يبقى هتحرك اله للالف وبعدين اله بالب، يبقى بالنسبه لي ان ه الف في ه ب. طب الناحيه الثانيه هتحرك من اله للدال ومن اله للجيم، من اله للدال اللي هي اول نقطه وبعدين من اله للجيم، يبقى تساوي ه دال في ه جيم. تعال نشوف المطلوب، بيقول لي ه الف على ه ب، ما ينفعش اقسم ال ه الف وال ه ب على بعض لان هما في نفس الطرف، فدي غلط. فبيقول لي ال ه الف على الالف ب، ما انا لسه قايل لك ما ينفعش اقسم ال ه الف، لا ماشي، ده بيقول لك ال ه الف على الالف ب، ماشي، هنا ال ه الف ما فيش هنا في الطرف الثاني الف ب خالص، فدي برضه غلط. طب بيقول لي الالف واو في الواو د، لا هي الالف واو في الواو ج بتساوي ال ب واو في الواو د، فهو مبدل دول، فدي برضه غلط، يبقى هي اكيد دي. الهاء ألف في الهاء باء بيساوي الهاء د في الهاء ج، فعلا يا باشمهندس اللي هي تقاطع وترين خارج، يبقى هو اعتمد على نظريه تقاطع الوترين خارج الدايره.
السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال رقم 26 بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك مساحة المثلث ا ب ج. طيب هو مبدئيا مدي لي ا د قد ب ج، فانا ممكن اسمي ا د ب س، وبناء عليه يبقى الباء ج برضه بكام؟ برضه ب س يا باشمهندس. خلاص كلامك جميل جدا جدا. طيب انا دلوقتي الوترين اللي اتقطعهم فين؟ في النقطة ألف. فأنا هتحرك من الألف للدال، ومرة من الألف للب، ومرة من الألف لله، ومرة من الألف للج. لما أتحرك من الألف للدال يبقى أنا مشيت س في، لما أتحرك من الألف للب يبقى أنا مشيت س مع الب دال، صح كده؟ يبقى أنا مشيت س مع الب دال، أو ممكن أقول إن أنا هتحرك أ ب، صح؟ تمام، هيساوي. هنا همشي من الألف لله يبقى أنا مشيت 6 في، هتحرك من الألف للجيم يبقى مشيت 6 و8 اللي هي 14. طيب دي معلومة فيها مجهولين يبقى هسيبها على جنب. هو عايز مني مساحة المثلث ألف ب ج. طب ما تيجي كده نشوف المساحة أصلا بتساوي إيه. والله مساحة المثلث القائم نص حاصل ضرب ضلعي القيم، يعني المفروض نص في ب ج ده الضلع الأول في الألف ب، ما دول ضلعين القيم، ماشي، يبقى ده نص في، ما هي الب ج انا مسميها س في ا ب، ايه ده الكلام الجميل ده؟ طب ما ادي النص وس في ا ب، انا والله لسه حاسبها فوق عباره عن 6 في 14. هنا على 2 فيها 1، على 2 فيها 3، 3 في 14 ب 42، ده مساحه المثلث 42 يا باشمهندس، وجبتها بلمح البصر. سؤال جميل جدا جدا بس محتاج عقل وتصرف صح. انا جبت ان س في ا ب 6 في 14، ومساحه المثلث نص حاسب ضرب ضلعي القائمه اللي هو ب ج في ا ب، يبقى نص في س في ا ب، يبقى نص في 6 في 14 ب 42، يبقى انا كده المساله بتاعتي خلصت في خطوه واحده زي ما انت شايف. السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال 27 بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك طول ال ب د. طيب تعالى نشتغل على الدائره الصغيره. الدائره الصغيره معايا الوتر ا واو مقسوم لجزئين س و4، يبقى س في 4، والوتر اللي هو الباء هاء مقسوم لجزئين 8 و3، يبقى بتساوي 8 في 3. طيب هنا على 4 فعل 1 على 4 فعل 2، يبقى س بتساوي 2 في 3 ب 6 سم. يبقى انا عرفت ان الس اللي هي الحته دي كده ب 6. لو انت ملاحظ بالنسبه للدايره الكبيره الوترين اتقطعوا في النقطه دي، معلش الرسمه صغيره. فانا اتحرك من الس للالف يبقى انا اتحركت 6 في، وبعدين اتحرك من الس للجيم اللي هي 6 و18 يبقى 24. هيساوي هتحرك من الس للب اللي هي بالنسبه لي 8، وبعدين هتحرك من الس لحد الدال اللي هي 8 زائد الب دال، 8 زائد الب دال. تاني هو عايز في المساله الب دال، تمام. فانا استعملت الدائره الصغيره تقاطع وترين داخل الدايره، قلت س في 4 بيساوي 3 في 8، جبت الس ب 6. بعدين استخدمت تقاطع الوترين س ج وس د خارج الدايره، اتحركت من الس للالف يبقى 6، ومن الس للجيم 6 و18 24، وهنا اتحركت من السين للب 8، ومن السين للدال يبقى 8 زائد الب دال، تمام. هنا على 8 فعل 1 على 8 فعل 3، 3 في 6 ب 18 بيساوي 8 زائد الب دال. اودي دي 18 ناقص 8 يبقى 10 تساوي الب دال. يبقى انا وصلت ان الب دال بيساوي 10، يبقى بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار الصح يا باشمهندس. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 28 بيقول لي اذا كان د الهاء ب 2، طب تعالى نحط الاطوال، د الهاء ب 2، الواو ه ب 9، تمام، الباء هاء الباء هاء ب 6، وقال لي ان الالف ب قد النون ه، طب ما تيجي نسمي النون ه ب س، ويبقى الالف ب ب س. هو عايز مني الالف ج. في حاجه سهله جدا، في وترين اللي هم د الواو ونون ب، دول وترين متقاطعين داخل الدايره، يبقى الوتر الاولاني اتقسم ل 2 و 9 يبقى 2 في 9، والوتر نون ب اتقسم ل س و 6 يبقى بالنسبه لي س في 6. هنا 2 في 9 ب 18 هيساوي 6 س، اقسم هنا على 6 وهنا على 6 ده هتروح، يبقى س 18 على 6 فيها 3، يبقى النون ه ب 3. طب ما هي الب الف برضه هتبقى بكام؟ ب 3. هو عايز الالف ج، خلي بالك ان الالف ج ده مماس. طب ما انا عارف ان المماس تربيع، ركز معايا، هو وصل هنا اتحرك من الالف للب يبقى انا مشيت الس اللي هي 3، واتحرك من الالف لحد النقطه الثانيه اللي على الدايره، ادي 3 و6 9 وكمان 3 يبقى 12، 3 في 12 ب 36، هاخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هيشيل الاس، يبقى الالف ج جذر 36 اللي هو 6 بس. المفهوم موجب وسالب، ولكن انا استبعد الحل السالب، يبقى 6، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح يا باشمهندس. خلاص
السؤال 29 بيقول لي أ ب مماس للدائرة الكبيرة وأ د مماس للدائرة الصغيرة، فإن الدال ه بيساوي كام؟ طيب والله يا باشمهندس، هنا بقى هنرجع لمعلومة تراكمية مهمة جدا 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 من تالتة إعدادي. أنا معايا الأ د مماس للدائرة الصغيرة، وده معايا ده المركز، وأنا عارف إن المركز بيبقى عمودي، المماس بيبقى عمود على نصف القطر، يبقى دي 90. أنا عندي نظرية، قال لك الخط المستقيم المر بالمركز، ما هي ميم هاء مر بالمركز، وعمودية على الوتر تاني بالنسبة للدائرة الكبيرة، الميم هاء دي مرة بالمركز وعمودية على الوتر ده الجيم اللي هو في الدائرة الكبيرة، فقال لك من خواص المر بالمركز والعمودي إن هو بينصف، يبقى إذا الدال هاء دال هاء الجيم. دي معلومة مهمة وديت عليك أمثال في حصة الشرح. طب ما دول قد بعض، فأنا ممكن أسمي الدال هاء بسين وأسمي الهاء الجيم برضو بإيه؟ بسين يا باشمهندس، خلاص؟ طيب أنا عندي من الألف للب دي نقطة واحدة، يبقى ده مماس، يبقى أقول 8 في 8 اللي هو المماس تربيع، هيساوي هنا اتحرك من الالف للجيم، يبقى انا اتحركت 4 في، خلي بالك اتحرك من الالف للدال، قلنا ماليش دعوه بالهاء يا عم لحد اخر النقطه اللي على الدايره اللي هي دال، يبقى اتحرك 4 وسين وسين، ما هو سين وسين 2 سين وكمان 4 يبقى 2 سين زائد ال 4، سيب دي 8 في 8 وده 4، هاخد من القوس ده 2 عامل مشترك فيفضل لي سين زائد ال 2. طب ما 4 في 2 ب 8 هتطير مع 8 من دول، فيفضل لي س زائد ال 2 بتساوي 8، اودي دي يبقى الس 8 ناقص 2 اللي هي 6، يبقى قيمه الس ب 6، وخلي بالك الس اللي هي الدال ه، خلي بالك كان ممكن يقول لك الدال ج، يبقى 6 و6 12، فانا مش عايزك تستعجل، وقلت لك ركز في المطلوب اللي هو عايزه، خلاص ركز على الفكره دي لانها مهمه جدا جدا. يعني مفتاح الحل معلومه تراكميه، هو ده اللي بيعتمد عليه في النظام الجديد. طيب بيقول لي دائرتان م ون متقاطعتان في ا وب وس ص ممس للدائره م، إذا كان الألف س قد الب، الألف س قد الب ج، الألف س دي سماها س مثلا، قد ولا بلاش س عشان عندي س، سمي دي م، قد الب ج اللي هي م برضه، تمام. فبيقول لي أنا عايز منك الس ص، ركز بقى معايا، هو قال لي إن س ص ممس للدايرة م، تمام. طب أنا دلوقتي يا باشمهندس هعتمد على فكرة إيه؟ هقول لك أنا تعتمد على فكرة إيه. أنت عندك بالنسبة للدايرة نون الصغيرة في وترين اتقطعوا، ادي الجيم، اتحرك مره من الجيم للب ومره من الجيم للالف، واتحرك مره من الجيم للدال واتحرك من الجيم للهاء، دول تقاطعوا وترين خارج الدايره بالنسبه للدايره نون، اما اتحرك من الجيم للدال يبقى 4، اما اتحرك من الجيم لحد الهاء يبقى 4 و5 اللي هي كام؟ 9، هيساوي لما اتحرك من الجيم للب يبقى انا مشيت ميم، ما انا مسميها ميم في، لما اتحرك من الجيم للالف يبقى انا مشيت ميم زائد الف ب، او ممكن اقول له الف جيم، انت حر يا باشمهندس في الطريقه اللي انت عايز تكتبها، خلاص. فانا ممكن اقول اتحرك من الجيم لحد الالف يبقى انا مشيت ميم زائد الالف ب، خلاص. هتقول لي دي معلومه يا باشمهندس انا مش مستفيد منها بحاجه، هقول لك سيبها زي ما هي مفيش فيها مشكله، تمام تمام. تعال نروح للدايره اللي فوق. الدايره اللي فوق انا عندي مماس اللي هو س ص، طب فانا عارف ان المماس تربيع، يبقى س ص الكوب تربيع بيساوي، والله انا اتحرك من السين للالف وبعدين من السين للب، ما ده قاطع، فما اتحرك من السين للالف يبقى انا مشيت ميم في، لما اتحرك من السين لحد الب يبقى انا مشيت الحته دي ميم ومشيت الالف ب، يعني في ميم زائد الالف ب، الله عليك. طب انت ملاحظ ايه؟ انا ملاحظ ان الجزء اللي على الشمال هو الجزء اللي على الشمال، يبقى الجزء اللي على اليمين هو الجزء اللي على اليمين، يعني س ص الكل تربيع بيساوي 4 في 9. ايه رايك اخد الجذر هنا والجذر هنا؟ الجذر هيشيل لي الاس يبقى س ص، جذر ال 4 2 وجذر ال 9 3 يبقى 2 في 3 ب 6، المفروض موجب او سالب، بس انا استبعد الحل السالب، يبقى س ص بيساوي 6، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح، وده برضه سؤال جميل جدا 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 وفكرته حلوه زي ما انت شايف. خلاص كده خلصنا برضه يا باشمهندس الجزء ده، تعال نشوف الجزء اللي بعده، فاضل لنا باذن الله صفحه واحده بس. السؤال 31 بيقول لي كل التعبيرات الآتية صحيحة ما عدا واحد. طيب والله أنا ممكن أكتب لك كل حاجة هنا لأن كل حاجة واضحة. أنا أولاً الألف لحد الب ده مماس، فممكن أقول إن الألف ب الكل تربيع. ممكن أتحرك من الألف للجيم ومن الألف للدال بيساوي القاطع، يبقى ألف جيم في ألف دال. أو والله ممكن آخد القطع اللي تحت، ما أنا أتحرك من الألف للنقطة الأولى اللي هي ه، وبعدين من الألف لحد الواو، يبقى ممكن برضو يساوي الالف ه في الالف واو. طب ده موجود، بيقول الالف ب تربيع بيساوي الالف ج في الالف د، صح. الالف ب تربيع بيساوي الالف ه في الالف واو، صح. طب اللي باشمهندس المعلومه الثانيه جت منين؟ من القطعين دول، ما خلي بالك ده برضو
ألف ب تربيع، صح؟ يعني الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال، الطرف اليمين معذرة هنا بيساوي اليمين هنا، يبقى الشمال بيساوي الشمال، يبقى ممكن أقول أ ج في أ د بيساوي أ ه في أ واو. طب أ ج في أ د، أ ج في أ د بيساوي أ ه في أ واو. خلي بالك هي نفس فكرة إيه؟ اتحركت من الألف للجيم في أ د، وهنا الألف ه للألف واو. طب خلي بالك أنا معايا أهو الألف ه في الألف واو اللي هي دي، والألف ج في الألف د اللي هي دي، يبقى دي صح، يبقى هي دي اللي غلط. وصلت؟ بكل بساطة يبقى أنا استعملت المماس مع القطعين، واستعملت القطعين مع بعض، وجبت العلاقات بتاعتهم وطلعت اللي غلط فيهم، يبقى أنا كده مسألتي خلصت وما فيهاش أدنى مشكلة بأمر الله يا باشمهندس، خلاص؟ السؤال اللي بعده السؤال رقم 32، بيقول لي في الشكل المقابل أنا عايز منك قيمة الـC، ركز معايا. لو معاك دايرتين متقطعتين امشي دايرة دايرة. تعالى نشتغل للدايرة اللي هي على اليمين دي، أنا هتحرك من الجيم لحد الدال، وبعدين أتحرك من الجيم لحد الهاء. لما اتحرك من جيم لدال يبقى انا مشيت 7 في، لما اتحرك من الجيم للهي يبقى مشيت 7 و9 اللي هي 16. المفروض هيساوي هتحرك من الجيم لحد الباء يبقى جيم ب، وهتحرك من الجيم لحد الالف والله سميها جيم الف. دي بالنسبه للدايره الصغيره. تعال نروح للدايره اللي على الشمال. برضو انا عندي مماس وعندي قاطع، طب ما انا هتحرك برضو من الجيم لحد الباء، او تعالى نقول المماس تربيع اللي هو ج واو تربيع يعني 2 س تربيع، هيساوي اتحرك من الجيم لحد الباء يبقى ج ب، واتحرك من الجيم لحد الالف يبقى ج الف. فخلي بالك الطرف الشمال هو الطرف الشمال، يبقى الطرف اليمين هو الطرف اليمين. والله 2 س تربيع هتساوي 7 في 16، حلو. 2 تربيع ب 4 يبقى ده 4 س تربيع بيساوي 7 في 16. والله هنا على 4 فعل 1 على 4 فعل 4 يبقى س تربيع بتساوي 7 في 4. ممكن اخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر اشيل الاس يبقى س. جذر ال 4 2 وجذر ال 7 هيبقى جذر 7. يبقى الناتج 2 جذر 7 هي قيمة السين، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح يا باشمهندس، خلاص؟ فكرة الدايرتين المتقاطعتين دي من الأفكار اللي احنا قلناها كتير جدا. بيقول لي في الشكل المقابل س زائد ص، برضه اقول له دول دائرتين مش متقاطعتين بقى. انا هستعمل مره قاطع ومره مماس، بمعنى انا المفروض عارف ان الحته دي كده مماس، يبقى المماس تربيع دي ص، يبقى ص تربيع هيساوي اتحرك من القاطع ده لحد النقطه الاولى على الدايره اللي هي 4 وبعدين لحد النقطه دي. اما اتحرك من النقطه اللي بره لحد النقطه الاولى على الدايره اللي هي 4 في، اتحرك من النقطة دي لحد النقطة دي، يبقى انا مشيت 4 وكمان س، يبقى س زائد ال 4. طب ما تسيب لي العلاقة دي لانها في مجهولين، وتعال نروح لواحدة تانية. برضه هتحرك من هنا لهنا يبقى انا مشيت 4، وهتحرك من هنا لهنا يبقى مشيت س و4 اللي هي س زائد ال 4. هتساوي القطع التاني، ما انا هتحرك من هنا لهنا يبقى 5 في، هتحرك من هنا لهنا يبقى 5 و15 اللي هي كام؟ اللي هي 20. خلاص يبقى انا استعملت القاطعين اللي تحت والمماس اللي فوق، تمام. خلي بالك انا ممكن اقول الطرف الشمال بيساوي الطرف الشمال، يبقى اليمين بيساوي اليمين، يعني ص تربيع بتساوي 5 في 20. 5 في 20 اللي هي 100، فانا ممكن اخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر يشيل الاس، يبقى ص بتساوي جذر ال 100 اللي هي 10. يبقى انا كده وصلت ان ص بتساوي 10، حلو جدا وزي الفل. طب اجيب السين ازاي؟ ما سهله، عشان انا الوقت مش مهندس اصلا، ممكن استعمل المعادله اللي تحت دي اجيب بها السين اصلا، أو ممكن أجيب من اللي فوق. هنا على 4 فعل 1 على 4 فعل 5، 5 في 5 ب 25 هتساوي س زائد ال 4، وأدي للناحية التانية يبقى س بتساوي 25 ناقص 4 يبقى 21، يبقى س ب 21. 21 زائد 10 يبقى 31، ويبقى الاختيار ده هو الاختيار الصح. خلاص جميلة جدا وبرضه بسيطة فركز فيها. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 34، بيقول لي في الشكل المقابل أنا عايز منك الألف ب. انا ملاحظ ان الالف ب ده مماس، تمام، يبقى هيساوي هتحرك من الالف لحد الجيم، واتحرك من الالف لحد النقطه الدايره الثانيه اللي على الدايره اللي هي د. بس خلي بالك بقى نفس فكره سؤال والله احنا حليناه مش فاكر رقمه ايه هو. انا عارف ان المماس بيبقى عمودي على نصف القطر، يبقى دي كده 90. طب ما هو لو د الجيم ده وتر في الدايره الكبيره وم ه مر بالمركز يبقى بينصف، اللي مر بالمركز وعمود على الوتر بينصف. خلي بالك لو الحتة ده الهاء بتلاتة يبقى الحتة هي ج بتلاتة، أنا خلصت. ما أنا عارف إن المماس تربيع اللي هو أ ب تربيع هيساوي هتحرك من الألف للجيم، يبقى أنا مشيت 2 في،
خلي بالك هتحرك من الالف لحد الدال، 2 و3 5، 5 و3 8، يبقى 2 في 8 بكام؟ ب16. طب انا هاخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر هيشيل الاس، يبقى الالف ب بيساوي جذر ال 16 اللي هي 4، يعني بالنسبه لي الاختيار الف هو الاختيار الصح، الكلام ده بيساوي 4 يا باشمهندس، بس كده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال رقم 35، بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز منك قيمه الس، ركز بقى معايا. قلت له يا باشمهندس معلش الدرس اسمه تطبيقات التشابه في الدايره، وانا هنا مش شايف دايره، طب ما تعمل دايره. الكلام اللي انت بتقوله ده يا باشمهندس، عشان الوقت عندي الزاويه دي قد الزاويه دي. يبقى انا لو تخيلت ان في دايره عامله كده، هي معلش هتبقى معوقه يعني، بس لو في دايره بتمر هنا، خلي بالك ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. ده دول زاويتين مرسومتين، ما انا لو وصلت ل واو فدول كده زاويتين مرسومتين على نفس القاعده ه واو، فاذا الشكل ا ج واو ه رباعي دائري، ما انا وصلت دي برده كده، طالما في زاويتين مرسومتين على نفس القاعده وجهه واحده منها من ثالثه اعدادي، يبقى اذا الشكل ده رباعي دائري. تمام، خلي بالك لو هو كده بتمر دايره بالشكل ده كده، يبقى ده القطع بره الدايره، يبقى انا هتحرك من ال ب لحد النقطه الاولى اللي على الدايره اللي هي ا، يبقى انا اتحركت س، وبعدين هتحرك من ال ب للنقطه الثانيه على الدايره اللي هي ه، ادي س وهنا اعتقد 2، يبقى س زائد ال 2. خلاص كلام جميل. هتحرك هنا من ال ب لحد النقطه الاولى دي اللي هي ج، يبقى انا اتحركت 3، وبعدين هتحرك من ال ب لحد الواو يبقى 3 و5 اللي هي 8. هنا س في س ب س تربيع، وس في 2 ب 2 س، 3 في 8 ب 24 هبدا ادخلها جوه هنا، يبقى ناقص 24 بيساوي 0. هبدا احلل الكلام ده، الس تربيع س في س، الاخير سالب موجب سالب، عددين ضربهم 24، الفرق 2 4 في 6، والكبير شبه اللي في النص، هنا 6 وهنا 4. من هنا ان الس بسالب 6 وده مرفوض قطعا، ومن هنا ان الس بتساوي 4، يبقى قيمه الس بتساوي 4، ويبقى الاختيار ا هو الاختيار الصح يا باشمهندس. خلاص كلام جميل جدا، هنشوف اللي بعده. سؤال 36 والاخير معانا بامر الله، بيقول لي انا عايز منك الس على الصاد بتساوي كام؟ طيب تعالى كده نمسك الشكل واحده واحده. انا معايا طبعا من ال ب لحد النقطه ا نقطه واحده بس لمست الدايره، يبقى ده مماس، فممكن اقول ان ال ب تربيع اللي هو المماس تربيع، يبقى س زائد 3 الكل تربيع. طب فين القاطع؟ القاطع اهو ب لحد الدال. الناس بتتلخبط وتقوم رايحه لحد ال، يا عم انا قلت لك انت هتحرك من ب لحد النقطه الاولى على الدايره اللي هي ج، وانا تتحرك من ب لحد النقطه الاولى على الدايره اللي هي د، فلما اتحرك من ب لج يبقى انا مشيت 6 في، لما اتحرك من ال ب لحد الدال يبقى مشيت س وكمان 6 اللي هي س زائد ال 6. هنا هربع الاول، يبقى س تربيع زائد 2 في الاول في الثاني ب 6 س، زائد الاخير تربيع ب 9 هيساوي 6 في س ب 6 س، و6 في 6 ب 36. طب انا هبدا اشيل ال 6 س مع ال 6 س واجيب دي هنا، يبقى س تربيع بتساوي 36 ناقص 9 يبقى 27. هاخد هنا الجذر وهنا الجذر، الجذر هيشيل الاس، يبقى س بتساوي موجب او سالب. جذر ال 27 اللي هي 3 جذر 3، طبعا انا مش هاخد طول بالسالب، يبقى انا كده وصلت ان الس عباره عن 3 جذر 3، يبقى انا كده الحمد لله وصلت للبسط. تعال نروح للصاد، سهله جدا. ليه؟ لان في وترين متقاطعين خارج الدايره، يبقى انا هتحرك من اله للواو، يبقى انا مشيت صاد في، هتحرك من اله لحد الزاي، يبقى انا مشيت صاد زائد 7 هيساوي، خلي بالك هتحرك من اله للدال يبقى انا مشيت 2 جذر 3، وهتحرك من اله لحد الجيم اللي هي اخر في الدايره، خلي بالك انا جبت السين ب 3 جذر 3، يبقى هنا 2 جذر 3 و3 جذر 3 يبقى 5 جذر 3. ص في ص ب ص تربيع، وص في 7 ب 7 ص هيساوي 2 في 5 ب 10، وجذر 3 بجذر 3 ب 3 يبقى 10 في 3 بكام؟ ب 30. هبدا اودي دي الناحيه الثانيه، يبقى ص تربيع موجب 7 ص ناقص 30 بيساوي 0. هبدا احلل الكلام ده، الص تربيع ص في ص، الاخير سالب موجب سالب، عددين ضربهم 30 الفرق 7، 10 في 3 والكبير شبه اللي في النص، هنا 10 هنا 3. من هنا ان الصاد بسالب 10 وده مرفوض، ومن هنا ان الصاد موجب 3، يبقى انا وصلت ان الصاد ب 3. ابدا اشيل ال 3 مع ال 3 فيفضل لي جذر 3، يبقى النسبه دي بتساوي جذر 3، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. خلاص كده يا باشمهندس، يبقى احنا الحمد لله خلصنا كل تمارين الدرس الرابع، خلصنا الاخطر لحد دلوقتي على الدرس الرابع هندسه، وهو نهايه الوحده
الاولى هندسه معانا بامر الله. ان شاء الله انزل لك المقال والاختبار التراكمي بكره بامر الله زي ما احنا متعودين. وفكرك كده يبقى احنا خلصنا 4 جبر 4 هندسه 3 حساب مثلثات. خلاص هتمشي في ايه؟ انا ممكن على فكره اخش في الهندسه دي لان الهندسه فاضل 5 دروس، حساب المثلثات فاضل 3 والجبر فاضل 2، فممكن امشي بحيث المنهج كله يبقى ماشي مع بعضه بامر الله. خلاص كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.